دوما وحب الأوفياء ديني يعلمني الوفا دوما وحب الأوفياء ألقى به كل الصفا ألقى به كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء أوفي ولو ألقى البلا ويعينني سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بحضراتكم عبر الشارقة الفضائية، ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في حلقة جديدة من برنامج هذا ديننا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوانا الجليل، الحمد لله على سلامتك، سلمكم الله دنيا وآخرة إن شاء الله. ويعني كيف كانت الرحلة العلاجية إلى ألمانيا؟ الحمد لله، من الله سبحانه وتعالى على الأهل بالخير، وهكذا يمن الله دائما علينا، فلا ندري كيف نحمد الله ونشكره. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك. والله كنا نستمطر السماوات لكم بصالح الدعوات بالشفاء العاجل، ووضحت الإجابات، يعني كانت الإجابات مقروءة ومسموعة ومرئية بفضل الله سبحانه. شفاكم الله وعافاكم، وهذا راية النبوة في بيتك إذن، يعني الله يرضى عنك. الحمد لله، نتحدث في الفرج بعد الشد. نعم، بلا شك، بلا شك. حدث بأمر الله سبحانه. هذا من كرم الله علينا، من فضل الله علينا وعلى الناس، ربنا يجعلنا من الشاكرين. الحمد لله. بارك الله فيك مولانا الجليل. مشاهدينا الكرام، موضوعنا في هذه الحلقة هو اليقين. ما هو اليقين تحديدا، وكيف نربط اليقين بما يحدث على أرض الواقع؟ هذا ما سوف نتعرف عليه بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. كل الصفا وأعيش بين الأصفياء وأعيش بين الأصفياء ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني يعلمني الوفا ديني. مشاهدينا مرحبا بحضراتكم، ومعا نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير دكتور عمر عبد الكافي مرة أخرى. أهلا بحضرتك مرة أخرى عبر الشارقة الفضائية. حياكم الله وبياكم. فضيلة الشيخ، ونحن نقتفي أثرك في طريقكم للدعوة على المنابر وعبر الكاسيت وعبر شريط الفيديو على الإنترنت، حتى بموقعكم الموجود وفي مجالسكم الخاصة في البيت العامر، جعل الله ذخرا لكم إن شاء الله، تتحدثون دائما عن اليقين. فما هو اليقين؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أما بعد، إذا أردنا أن يعني نوجز اليقين في كلمتين، هو بالنسبة للإيمان كالروح بالنسبة للجسد. نعم، هذا بإيجاز. يعني من لا يقين عنده لا إيمان عنده. فاليقين يعني ليس عبارة عن ثمرة، وإنما هو شجرة. شجرة، شجرة مثمرة تثمر صبرا وتوكلا واعتمادا على الخالق سبحانه وتعالى، وانشراح صدر وهدوء بال وراحة بال ووثوق بما عند الله عز وجل، وأن تكون بما في يد الله أوثق مما في يدك. هذا هو بإيجاز شجرة اليقين. فاليقين إذا خامر قلب العبد طار في ملكوت السماوات، طار القلب ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى في الملمات، فيرى المنحة داخل المحنة، ويرى الخير داخل الابتلاء. هذا هو المنظور الذي يرى منه المؤمن مسألة اليقين. فإذا يعني خالط اليقين بشاشة القلب، وجدت هذا الإنسان كما كان الصحابة الذين تعلموا من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. لا، عليه الصلاة والسلام. يعني اليقين الذي يحرك الرسول في الغار، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. نعم. اليقين الذي عند رسول الله، يعني ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. إذن القضية محسومة، لأن اليقين الذي كان عند الكليم إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي، هذا يقين. هذا يقين. خليلك سيلقى في النار، يا إبراهيم ألك حاجة؟ كلا. منك فلا، من الله، من الله فبلا، اسأله علمه بحال يغنيه عن سؤال. هذا يقين. هذا اليقين الذي غرسه، أو شجرة اليقين تلك التي غرسها الأنبياء والصالحون من الذين اقتفوا آثارهم، إن لم نغرسها نحن، يعني حدثت لنا يعني في الحياة يعني أقول انتكاسات إيمانية تجعل الإنسان متعلقا بالمادة كما يتعلق الغرب، الذي يعني لا يدين دين الله سبحانه وتعالى الحق، والذي لا يتخذ رب العباد سبحانه وتعالى ربا، وليس له
هدف في الحياة إلا أن يعيش كما تعيش السوائم البهائم الرتع. أما اليقين يجعل الإنسان عنده من العزم ومن العزيمة ما قاله هذا الحكيم العربي عندما قال: قلت للصقر وهو في الجو عال: اهبط الأرض فالهواء جديبه. قال لي النسر في جناحي وعزمي وعينان السماء مرعا خصيب. بسلام. هذا يقين عند النسر. يعني إذن جعل الهواء الجديب جعله مرعا خصيبا. بما أحد الصالحين يقول: لو كشف الحجاب عني، لو يعني كشف الحجاب الذي بينه وبين الله، ما ازددت من الله يقينا. ما هذه الدرجة العجيبة؟ إذن هو يرى يعني بهذا المنطق، يرى بهذه الصورة. يقيني بالله يقيني. تمام. فيعني هذا هو اليقين. أما محاوره ومداخله فيعني إذا أردنا تفصيلا. يعني اسمح لي أخذ من كلام فضيلتك جملة، يعني أن يرى من لديه اليقين المنحة داخل المحنة. نعم. والخير داخل الابتلاء. نعم. أو الشر. نعم نعم. دعنا نترجم هذا على أرض الواقع. تعالوا نترجم. بالأمس القريب الزلازل والفيضانات. نعم. والعواصف. نعم. نعم. وهذه أنواع الابتلاءات التي هزت الكرة الأرضية بأجمعها. نعم. وانسحبت على كثير من الدول البعيدة. نعم. حتى بالرقعة على الأرض الممتدة. نعم. كيف تفسر هذا من وجهة نظر الدين؟ ولماذا ذهب الخوف والذعر والفزع في قلوب الناس حتى المسلمين منهم؟ أولا الهزات ليست في الأرض، يعني حدثت في الأرض نعم، لكن الهزة الأساسية التي تحدث في قلوب مدعي الإيمان أو في قلب مدعي الإيمان أو قلب المتمسلم مدعي الإسلام، فهزة قلبه أقوى من أي مقياس على مقياس ريختر. يعني إذا اهتز القلب وجف واضطرب، هذا دليل على أن هذا الإنسان لم يتخذ الله وكيلا بعد. الخوف أمر طبيعي، أن أخاف، لكن الخوف الذي يعني يصل بالإنسان إلى الذعر وإلى القلق وإلى أن يبحث، يقول في نفسي أبحث عن مكان آمن، هذه المنطقة تبع حزام الزلازل وهذه المنطقة خارج حزام الزلازل، هو يجب أن يبحث عن المنطقة التي داخل حزام الإيمان. الله. فإذا دخل في معية، يعني في معية الله سبحانه وتعالى في داخل حزام الإيمان، هذا إنسان لا تهزه العاصف، كما وصفت عائشة أباها أبا بكر، قال لما مات رضي الله عنه قالت: رحمك الله يا أبتاه، كنت كالجبل الأشم لا تزلزلك العواصف ولا تزيلك القواصف، وكنت كالبحر يهدأ حتى يلعب الصبي فيه بحجر ثم يثور حتى تخافه الحيتان فيه. فانظر إلى هذا الوصف لهذا الإنسان العظيم الذي وصف بالوداعة. لماذا؟ لأن اليقين الذي عنده رضي الله عنه لما حدثت الردة، وهذا أيضا يعني القضية ليست في الزلزال الخارجي، المصيبة في الزلزال الداخلي. نعم. يعني المصائب هي مصائب في ذاتها، والابتلاءات هي ابتلاءات في ذاتها، لكن قلنا من قبل هي تكبر وتصغر بمقدار صغر وكبر حجم الإيمان واليقين داخل قلب المؤمن. يعني هنالك من رأى هذه الهزات الزلزالية أمرا هينا، أمرا هينا، لأنه يدرك أن له ربا، وهذا الكون ملك لرب العباد سبحانه وتعالى. فإذا تصرف المالك في ملكه سكن الإنسان وعلم أن هذا الأمر إنما يجري بعين الله عز وجل، ونحن في هذه الدنيا خلفاء عن الله في الأرض، فيجب أن أخاف ليس من الزلزال، أخاف من زلزلة الإيمان داخل قلبي، أخاف من هزة الإيمان داخل قلبي، أخاف من ضعف الإيمان، أخاف من سوء الخاتمة، أخاف من قال العلماء: إياك يعني حاذر أو احذر الغارات التي تغير عليك. قال: وما الغارات؟ قال: أن يغير أصحاب المظالم على حسناتك فيأخذوها يوم القيامة. هذه زلزلة، هذه مصر. يا الله. يعني أعمل جبال من الحسنات وأتعب فيها وأخلص النية ثم تذهب إلى من ظلمته، إلى من لهم حقوق علي، أتدرون من المفلس؟ هذا 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 أمر. فقضية يعني الناس الذي عندهم من اليقين إذا هزتهم الأحداث، هزت الجزيرة أحداث الردة، ووصل الأمر أن أبا بكر يقول، يعني سبحان الله، انظر إلى أن العرب كلها انتفضت لما غاب
مناط الاستقرار الذي يتمثل في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله لأنفذن بعثة أسامة حتى لو جرت الذئاب أو الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين. وصل الأمر أن كبار القواد وكبار الصحابة كانوا يبيتون مع أبي بكر داخل المسجد تحسبا لأن أي هجوم يهجم على المدينة. ولكن أبا بكر من العجب لما يعني يستشير عمر في قضية حروب الردة يقول له يا خليفة رسول الله يعني قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن قالوها إلى آخر الكلام. قال عجب لك يا عمر أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام؟ أجئتك لنصرتي فتجيئني بخذلانك؟ يا حجب يا أخي شخصيات متباينة. ولذلك ليس يعني على نافلة القول أو ليس من نافلة القول ليس أبو بكر وعمر نموذجان مختلفان هما نموذجان متكاملان. نعم يتكامل هذا ضعف في حينه وهذه قوة في حينها أيضا وظهر في موقف موت الرسول عليه الصلاة والسلام نفس القضية نفس القضية فإذا هذه الهزة وهذا الزلزال الأشد في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحملها عمر لقد ذهب للقاء ربه كما صنع الكريم ومن قال إن الرسول قد مات لا أفرقن بين رأسه وجسده ولما يقرأ أبو بكر عليه الآية هذا الزلزال الذي عنده إذا الزلزلة الخارجية تهدأ بقدر ما في قلب الإنسان من يقين وتوكل فما الذي يحدث عند الناس الآن الناس تنصت الآن إلى علماء الزلازل ونحن نقر العلم وأهله ونقر كلام العلماء وديننا يدعو إلى أن ندرس الظواهر الكونية حتى يحتاط الإنسان لنفسه ليس فيها مشكلة ولكن هل الكلام في الزلازل والكلام في الزلزال شدته كذا وشدته كذا وأن هذه الدولة قد يأتيها كذا وهذه الدولة قد يأتيها كذا هذا يصيب مركز نشط للزلازل وتسعة درجة على مقياس ريختر ومركز أرصاد لرصد الزلازل والله العالم هاجة وقامت ثورته يعني لماذا؟ لأن نور الإيمان لم يسيطر على القلب بعد فإذا سيطر نور الإيمان واليقين على قلب الإنسان هدأ الزلزال داخل النفس وما أثر الزلزال الخارجي إلا بقدر الله سبحانه وتعالى بمعنى أنني يعني مشيناها خطى كتبت علينا وما كتبت عليه خطى مشاء ومن كان ابن يتو بأرض فليس يموت في أرض سواها وهذه قصة من قصص بني إسرائيل التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نصدق ولا نكذب لكن ما يوافق العقيدة نأخذ منها الحكمة والحكمة ضالة المؤمن رجل في مجلس سليمان يجلس فيرى رجلا يطيل النظر إليه طوال الجلسة فتعجب ضيف سليمان من هذا الذي ينظر كلما نظر إليه وجده شخصا بصره إليه يحد يقوله هكذا يحدق النظر فشيء مقلق يعني فغادر هذا الرجل الذي ينظر إلى ضيف سليمان غادر المكان قال يا نبي الله من هذا الذي كان عندك أنفا قال لما قال أريد أن أعرفه قال هذا ملك الموت وكان يعني يأتي في صورة رجل يجالس نعم فارتعب الرجل حدث له زلزال داخلي زلزال داخلي روحه يعني ينظر إليه يعني ما لا يريد أن يتسلى معه يعني يطيل النظر إليه ففي اليوم التالي ما جاء ضيف سليمان يجلس عنده فلما جاء ملك الموت يسأله نبي الله سليمان كنت تطيل النظر إلى رجل يجلس عندي البارحة لماذا قال أمرت في الصباح أمرت أن أقبض روح هذا الرجل في المساء في بلاد الهند فكنت أنظر إليه متعجبا من ينقل إلى هناك حتى أنفذ فيه أمر الله يا الله لا إله إلا الله إذن القضية ليست قضية لأن بمعايير البشر لا تستقيم لأن الرجل طلب من سليمان أن ينقله بساط ريح إلى بلاد الهند لما خاف يا الله يعني ينقلني عن مركز الزلزال يعني ينقلني بعيدا عن مركز الزلزال فذهب إلى الهند فذهب إليه ملك الموت ذهب إليه الزلزال هناك إذن أينما تكون يدرككم الموت سبحان الله حتى إن من القصص الذي سمعناه في الأخبار والتي جاءت على الزلزال الأخير في الأسبوع الماضي أذيعت أن حدث انحسار مفاجئ للماء سليم فظهرت الأسماك ففرح السياح والذين على الشاطئ من هذا المنظر العجيب أن ينحسر ماء البحر لمدة طويلة كيلومتر تقريبا فاندفع الناس فرحين بانحسار الماء ثم جاءت الطامة بعد ذلك جاء المد وسبحان من يمسك البحر
ومن يرسل فيه المد والجسر. وسبحان الله، فالزلزلة التي حدثت في قلوب الناس دليل على أن شجرة اليقين ما زرعت بعد، لو زرعت لأثمرت. طب يعني دعني أسأل سؤال نقترب به أكثر من المنطقة التي نعيش فيها، هل لمنطقتنا نصيب مما يحدث من قضاء الله الكوني الذي يحدث الآن على الأرض؟ أولا قضاء الله عز وجل يحدث سواء علمنا أم لم نعلم، وسواء عرفنا أم لم نعرف، وسواء قال العلماء أم لم يقولوا، هذا أمر. نعم. يعني قال يا داود أنت تريد، حديث القدسي، أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترضى بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. الله، قضية منتهية. إذن القضية هنا منتهية، خلاص. طيب. لابد أن يكون اليقين هكذا فضيلة الشيخ، وإلا ما 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 زرعت شجرة اليقين بعد، ما لم تزرع، لأن الأمر سبحان الله، يعني دع الله يختار لك، قال علماؤنا اختار ألا تختار، فربك يخلق ما يشاء ويختار، دع الله يختار، اختار ألا تختار، ودبر ألا تدبر، فربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. صح. إذا الخير من عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين إذا قضى الله قال علماؤنا ما قام به غيرك لك لا تقم به أنت لنفسك. بمعنى أن أنا الله عز وجل توكل لي في الكون أياما محددة، فالناس في خوف، من خوف الخوف في خوف، ومن خوف الفقر في فقر. لماذا أنتظر الغد وأنادي على قلبي؟ لأنتظر قلبي وأنا منشرح الصدر، لأنتظر قلبي وأنا موقن بالله، لأنتظر الغد وأنا محسن العمل، لأنتظر الغد وأنا تائب إلى الله، لأنتظر غد وأنا مستعد للقاء الله. سلمان الفارسي حكيم الصحابة كان يقول كلاما عجيبا، ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني، وثلاثة أحزنتني حتى أبكتني. نعم. قالوا ما هي سلمان؟ قال الثلاثة التي أعجبته حتى أضحكت: مؤمل في الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس يغفل عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أصاخط عليه ربه أم راضي. هذه الثلاثة التي أعجبته حتى أضحكت، والثلاثة التي أحزنت: فراق الأحبة محمدا وحزبه، وهول المطلع، والوقوف بين يدي الله عز وجل. لو شغلنا بتلك ما هزتنا زلازل أو براكين. فإذا كان لمنطقتنا عافاها الله وعافى كل بلاد المسلمين وعافى الناس جميعا من 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 من, من شر هذه الابتلاءات، يعني نسأل الله الـ 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 أن يسكن الله الأرض وأن يهدي الله الناس. معذرة، هول المطلع الذي قالها سلمان ما معنى؟ نعم. أن نخرج من قبورنا إلى 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 الحشر. إلى الحشر. وهذه الزلزال الحقيقية، زلزال الأرض، زلزالها، هذا هو الزلزال الحقيقي. هذا توكيد زلزالها. زلزالها توكيد، لأن هذا هو الزلزال الحقيقي، وما عداه لعب. يعني ما حدث الآن لعب. تسعى الاختر هذا لا يسوي، لا الزلزال الحقيقي أن تسير الجبال، إذا الجبال سيرت. سلم يا رب. سبحانه. سلم يا أن رب. تصير إذا البحار تنفجر عما فيها، لأن تحت هذه المياه هناك نيران تنفجر، تفجر، تعود خاصية المياه إلى حجرت. فجرت، تفجر، سبحان الله. وبعدين يوم تودر الأرض غير الأرض والسماوات، قل هذه المساء سبحان الله، أن تصير الجبال كالعهن المنفوش، هول المطلع، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولذلك قال العلماء يعني هذه زلزلة بمفهومنا نحن فضيلة الشيخ، يعني سوف يحدث زلزال هكذا كما يحدث الآن ولكنه قوي مثلا؟ لا لا لا، هذه صورة مصغرة من الزلزال. نعم. لا لا لا، هذا لعب فعلا. قال رب العباد إن في الآية الكريمة إن زلزلة الساعة شيء عظيم، والتنكير هنا يعني لأن الأمر لا 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 يعني يفوق الوصف، يفوق الوصف، لدرجة أن سبحان الله العظيم قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل وأم الحوامل الأرض، يعني ليست الحوامل من النساء فقط، أم الحوامل هكذا، لا، أم الحوامل الأرض تخرج ما فيها، تحدث أخبارها يومئذ، تحدث أخبارها بما حدث عليها من خير وشر، وتخرج ما في داخلها مما خبئ فيها من أجداث وجثث، وسبحان الله، وهم كل يخرج سبحان الله. فالقضية ليست بالسهولة المتخيلة. فالإنسان لما يشغل باله بالبحث عن حسن الخاتمة
تزرع شجرة اليقين في قلبه فتأتي مثل هذه الحوادث. نعم يهتز الإنسان له ولكن لا يعيش في خوف مرعب. بالعكس بالعكس الإنسان يخاف ألا يقبل منه العمل، يخاف ألا يكون مخلصا، يخاف أن يسلم منه الإيمان. الرجل الذي دخل وجد رجلا حزينا في المسجد، قال ما لك؟ قال دخل لص عندنا البارحة فسرق ما في البيت. قال يا رجل احمد الله أن لم يدخل لص الحسنات إلى قلبك فيسرق منه الحسنات. الله والشيطان يعني الله. يعني انظر إلى إلى هؤلاء الذين يقررون المسائل. هؤلاء أثمرت ولذلك العجيب في الصحابة والصالحون أن المسألة ليست عندهم علم اليقين، لا ساكت عندهم عين اليقين، لأن حق اليقين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يعني يعني وتلك يعني درجات عظمى في يعني في 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 مسألة اليقين. طيب يعني إذا طالما تطرقنا إلى هذه النقطة نعم. يعني دعني بس يعني فقط ننهي ما بدأته نعم. من أحداث نعم. هل هذه الكوارث التي حدثت على الأرض وتسببت في هذا الذعر والخوف الذي نشأ في قلوبنا جميعا نعم. وأنا حتى نطلع الأخبار عبر شاشات التلفزة نعم. هل هذا مناف للإيمان ولليقين؟ هذه العملية تفضح إيماننا، مثل هذه الأحداث والحوادث والابتلاءات والاختبارات يعني تفضح إيماننا. لماذا؟ اسأل أي مسلم بعد الحلقة هذه أو اسأل أي أخوة من الأخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات نعم. يعني تقول له أنت تحب الله؟ يقول نعم. وتحب رسول الله؟ يقول هذا أمر يعني سبحان الله لا 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 لا, لا خلاف على ذلك سبحان الله. نعم أحب الله وأحب رسوله. طيب تحب أن تموت اليوم؟ لا. يعني والله أصلا عندي أطفال أريد أن أربيهم وبعد أطمئن عليهم. إذا هذا إنسان كما يقول لقد زاد الحياة إلي حبا بناتي إنهن من الضعف وحاذر أن يرين الموت بعدي وأن يشربن رنقا بعد صفحي. وذلك كان بعضهم يأتها مخافة يعني لا يعني فضالة أخ أو, 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 أو سوء أدب من عم أو غيره يعني. فأنا أريد أن أقول نمتحن بمثل هذه الأمور فنفتضح. مفتضح لماذا؟ لماذا؟ إذا جاء الزلزال عاف الله بلادنا وبلاد الناس وبلاد العالمين من هذه الكوارث. لكن نفرض جاء وهذا قدر الله قدر الله وقدر. نفرض أنه جاء المسلم المقيم على طاعة الله إذا جاءته مثل هذه الأحداث فهو شهيد. والشهيد الموت عنده وطعم الموت عنده كوخز الإبرة فقط. يا الله اللهم ارزقنيها يا رب. فهذا شهيد يعني يبعث الناس على ما ماتوا عليه ويموتون بحسن خاتمة أو بسوء خاتمة نتيجة سابقة الأعمال. نعم نتيجة سابقة يعني هذا الصالح الذي قال عطاء بن رباح قال 40 سنة 40 سنة متواصلة نعم. ما نظرت في المسجد إلى قفا مصلي. يبقى أين كان يصلي؟ كيف هذا؟ يعني 40 سنة الصلاة الخام يصلي إما إمام وإما في أول صف. ما نظر إلى قفا ما رأى قفا مصلي. سعيد بن المسيب هكذا سيد التابعين حتى لما طرق باب ابن أبي وداع ليزوجها ابنته لما طرق قلت من؟ قال سعيد. قال خطر ببالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب. لماذا؟ لأنه كان لا يعرف إلا من البيت للمسجد لا من مكان آخر من الذي جاء بسعيد. هؤلاء هم نعم. معذرة هنالك اتصال هاتف الأخت حصة من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم دكتور عمر. مرحبا وسهلا. جزاك الله خير عنا الجزاء. الله يبارك فيكم. والحقيقه نحن نتابعك على كل القنوات الفضائيه. الله يبارك فيكم. ونعجب بما تقدم لنا من طرح وتوعيه. الله يرضى عنك. يا سيدي سؤالي اتمنى ان اعرف علامات العبد المؤمن الذي يملا اليقين قلبه. الله اكبر. نعم. وهل له علامات مميزه وكيف يستطيع ان يتصاعد لديه هذا الشعور حتى يستطيع ان يقابل ما ياتيه من محن في هذه الدنيا؟ وشكرا لكم. بارك الله فيك. شكرا لحضرتك. ونحب جميع السادة المشاهدين ايضا ان تكون الاسئله في وادي التقرب معنا في موضوع الحلقه وهي عن اليقين. فضلت الشيخ تفضل. من علامات اليقين قله الخلطه بالناس. الاختلاط بالناس
لا يأتي في هذا الزمن بخير كبير. ليس لدي علامة يقين يعني. لا يعني ندخل جميع البيوت عبر هذه الآلة. يعني لا يعني نحن نخلطهم في الخير ويخلطوننا في الخير إن شاء الله، ونهيب أن يدعو لنا وندعو لهم بالخير إن شاء الله. يعني هذه المخالطة الخير. أما المخالطات الأخرى قال يحيى بن زكريا: يا رب لو رأيتني أغادر مجالس الذاكرين إلى مجالس الغافلين فاكسر لي رجلي فإنها نعمة تنعم بها علي. نعم سبحان الله. هذا الأمر الثاني من علامات اليقين، ألا يعني أن 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 يعني أن أترك المدح لهم في العطاء عندما يعطونني. نعم أقول جزاك الله خيرا، لكن قلبي بيقين أقول هو سبب فيما أعطاني الله على يديه. نعم. لأن اليقين عندما يتبخر ينحني الناس بعضهم لبعض، يا أخي لا أنحني إلا لله ونعم بالله، ولا أذم أحدا أنه منع عني خيرا. هذه أيضا علامة أخرى من علامات اليقين. طيب يعني نعم. اسمح لنا نتوقف هنا. نعم. حتى الاتصالات الدولية حتى ننطلع على السادة المشاهدين. أخ جعفر من السعودية، السلام عليكم. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أسأل الشيخ، هل يجوز لنا أن ننسب ظاهرة الزلازل إلى ظواهر طبيعية وإغفال غضب الله عنها؟ يعني ما ننسبها إلى الله، نقول هذه ظاهرة طبيعية أنه هذا السبب القشرة الأرضية أو ضعف القشرة الأرضية، ما ننسبها لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. وشكرا. جزاك الله. بارك الله فيك وجزاك خيرا مثله. إلى جمهورية مصر العربية الأخ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضرتك، تفضل. الدكتور عمر عبد الكافي، احنا بنحبك في الله والله. حبك الله الذي احببتني من اجل. بارك الله فيك. الله يكرمك ويكرم الاخ المذيع. وبارك فيك. بارك الله فيك. الله يعزك. دكتور عمر، سؤال قصير بعد اذن حضرتك. حضرتك تكلمت عن شجرة اليقين. نعم. كيف تزرع شجرة اليقين؟ وجزاك الله كل خير. وبارك الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. شكرا لحضرتك. علامات العبد المؤمن الذي في قلبه يقين: عدم المخالطة الكثير، عدم كثرة المخالطة. لا يقدر إذا يعني الناس كلما جلسنا كثيرا في غير ذكر الله ربما يعني أصابتنا يعني من الذنوب سليم. أيضا يعني لا يكون عدم كثرة المدح لمن أعطاني، إنما الشكر لله أولا وأخيرا، ولكن أشكر من أعطاني، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ولا أذم من منعني. نعم. لأن إذا منعني أحد أقول والله يا أخي سبحان الله، هو سبحان الله، يعني أن أتنزه عن ذمهم. طيب سبحان الله. لا. ممكن من علامات اليقين أن سبحان الله العظيم أترقى من يعني من حالة إلى حالة، بمعنى أن يعني مثلا إيه أقول لك أنا عندي عسل. نعم. هذا صار عندك يسمى علم اليقين، فإذا أريتك إياه صار عندك عين اليقين سليم، فإذا ذقته أنت صار عندك إيه؟ حق اليقين. اليقين يعني ذاق طعم الإيمان. انظر إلى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي ذاق يعني يتذوق. يا سلام. يتذوق يعني يشعر أن الإيمان حلاوة. نعم. حتى في جوارحه. نعم. حتى في جوارحه. يعني طيب. هذه لمحة سريعة. الأخت أم منا من هولندا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله. احنا اشكرك جدا حضرتك والدكتور عمر على الحلقة دي والربط الجميل الدكتور عمر عامله مع بين اليقين وبين واقعة الزلزال. وبس كنا عايزين حضرتك لو سمحت يا أستاذ خالد، إذا كان في صفحة على الإنترنت للدكتور عمر يا ريت تكتبوها لنا من فضلك علشان بس نتابع أكثر مع الدكتور عمر. إذا حاضر. متشكرة قوي حضرتك. الأخ خالد سالم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. الأخ خالد سالم والأخ مجد البصميت يتفضلان الآن بكتابة صفحة حضرتك، ولنا أن نعلنها الآن. دكتور عمر كيف يتابعون المشاهدون؟ أنا طبعا الإخوة من كل أنحاء العالم يتابعونني على صفحة www.abdelkafi.com. والأخ خالد سليم ما شاء الله يعني ما شاء الله على الهواء الآن. شكر الله لك أخ خالد. بارك الله فيك. تحت أمر حضرتك يا أخت أم من. الأخ جعفر من السعودية كان يقول هل يجوز أن ننسب الزلازل إلى ظواهر طبيعية بعيدا عن غضب الله سبحانه وتعالى؟ لا طبعا لابد من ربطها أولا أخيرا، يعني من 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 دليل تبخر الإمام من قلب العبد أن قال صلى الله عليه وسلم أن مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، هذه نوة المكنسة وهذه نوة كذا وهذه. لا يا أخي، الإنسان يرجع الأمر أولا وأخيرا لله عز وجل.
أما أن يدرس العلماء الطبيعة وما فيها هذا لا حرج في ذلك، ولكن يرجع الأمر كله إلى من بيده الأمر كله، وإلا لما خلطت العقيدة السليمة بشاشة القلوب. يعني هذا من عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن نقول، ولابد أن نقول أيضا، يعني حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهار، قد يأتيها الأمر بنهاية الدنيا، وقد يأتيها الأمر كهذا من باب النذير، من باب أن يستيقظ الإنسان. هذه رسل الله سبحانه وتعالى. من باب أن يستيقظ الإنسان لحقيقة الأمر. الله، مش أليست هذه صورة من صور، هذه صورة من صور الاستعداد للآخرة. الله، إذا رأيت أنا أقول مثلا إذا زلزلت الأرض، أنا قد لا أستوعبها، لكن لما أسمع أن زلزالا على بعد 149 كيلومتر جنوب المحيط، أن تتصدع كل هذه الدول، وأن يحدث كل هذه الجثث وهذه الخراب والدمار في جزء صغير من زلزال دنيوي، لأن الدنيا بالنسبة للآخر أمر غير، ليس هناك نسبة وتناسب. يعني ما من أخراكم في دنياكم إلا الأسماء، حتى ما من أخراكم في دنياكم إلا الأسماء فقط. لما الله عز وجل يتكلم عن الآخرة بس عشان يعطي نفهم من القرآن مسميات في الدنيا، لكن ليست هكذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما ترمي بشرر كالقصر، يقول لو وجد أهل النار نيران من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. يا سلام، لاستراحوا فيها وناموا. يبقى إذن قضية كبيرة. فلذلك إذا حدث هذا الزلزال يجب أخي أن متى يفيق الناس؟ الله عز وجل يرسل بعد أن أرسل كتابه، هناك كتاب مسطور وهناك كتاب منثور. الكتاب وكتاب القرآن مسطور في المصحف، وقرآن مسطور في الكون بنعمه ونقمه بابتلاءاته واختباراته. فلا بد أن العبد يستعد. متى يستعد؟ ما يعني، فهل من مدكر؟ متى ندكر؟ يعني قد يكون هذا في بلد من البلاد التي نحيا فيها، عافانا الله وإياكم، لكن المسألة يجب منا أن نصبر وأن نحتسب، ثم نستعد للقاء الله يا أخي، ونحسن عمارة الكون بما يرضي الله، ولا يحيف بعضنا على بعض، ولا يظلم بعضنا بعضا. هكذا تكون هذه نذر خير، وإلا لصارت نذر شر. نعم، سلم يا رب. نعم يا رب. ولهذا أصاب الذعر العالم في جنوب شرق آسيا، تحديدا في مناطق الزلازل هذه. أصاب العالم في شمال اسكندنافيا. الناس عندما تبخر الإمام من القلوب فظن شرا ولا تسأل عن الخبر. نعم. الأخ أحمد منصر كان يسأل عن شجرة اليقين، كيف تزرع في قلبه؟ شجرة اليقين لا تزرع إلا إذا صحح الإنسان عقيدته، اقترب من مجالس العلم والعلماء. قال علي للحسن ابنه: يا حسن يا بني، زاحم العلماء بالمناكب فإن رحمة الله لا تفارقهم لحظة. لابد يزاحم العلماء بالمناكب، ثم أن يعني من كثرة قراءة القرآن وتقوى الله، عدم الظلم، عدم التعدي على الآخرين، عدم أخذ الأموال بالباطل، يمسك اللسان عن أعراضنا، كل هذا يا أخي ينبت، يسقي شجرة الإيمان، شجرة اليقين. نعم والله، نحن نزاحم العلماء لكنهم يعرضون عنا يا مولانا. لا أنا كل العلماء الذين يعني تعلمت على أيديهم وما زلت أتعلم منهم، لا يعني ما شاء الله يقبلوننا جميعا ما شاء الله. لأنك عالم. لا نحن متعلمين. يعني كثير من الأخوة المشاهدين الأفاضل يعني يكادون يطاردون العلماء حقيقة، يعني وهنالك سكرتارية، لا تغضب مني، يا ريت يا اخوي يطاردون، هنالك سكرتارية ولا يقبلون العلماء ولا يتحدثون معهم. لا قد يكون بعض البعض يعني ينظم وقته فقط، لكن انا ارى والله اعلم ان العلماء وقد يعني جعلوا اوقاتهم لله عز وجل ثم لعباده المؤمنين. انا لا اعرف عالما اغلق بابه دون انسان، فالعالم كالطبيب يعني لا يرفع سماعة التليفون وإنما يرد على الناس. بارك الله فيكم. وأنا على استعداد 24 ساعة، وإخواننا يعرفوننا يعني الحمد لله. إن شاء الله. أخ سلطان من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته. حياكم الله يا شيخ. بارك الله فيك. حياك وبياك. عندي سؤال أتمنى تجيبون عليه. تفضل. كلنا رأينا وسمعنا عن الزلزال الذي كان في آسيا هذا العام، والزلزال الذي أصاب إيران العام الماضي، والأعاصير التي ضربت فلوريدا، هل هذه من علامات القيامة؟ وأرجو منكم يا شيخ أن تروي لنا الأدلة من القرآن والسنة عن علامات القيامة التي خرجت في هذا العصر والتي ستخرج، وجزاكم الله خيرا وثابكم الله. وجزاك خيرا مثله. شكرا لك. أخ إسماعيل من فلسطين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، الله مخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. نعم. ما معنى اليقين عن الرسول وعن اليقين في الدنيا يا أستاذ؟ نعم يا سيدي. وإذاكم الله خير وبارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك، شكرا لك. الأخ سلطان من السعودية تسأل عن الزلزال والذي حدث في آسيا وإيران والأعاصير، هذه من علامات الساعة، وما هي علامات الساعة إجمالا؟ لا، هو علامات الساعة إذا أردنا أن نفرد لها حلقة كبيرة، لأن إذا قلتها الآن ظلمت علامات الساعة، لأنها مهمة، نهاية العالم، يعني العالم ينتهي. إذا نفرد لها حلقة في هذا الدين، ولا هذا مش عن نهاية الساعة، عن 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 علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. نعم. قد تكون هذه من علامات كثرة الزلازل بكثرة عصيان الناس لرب الناس. نعم. 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 طيب. نعم. اتصال هاتفي أخ أحمد من دبي. السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا، السؤال مالي أنه هل من الناس يمتلكون اليقين؟ هل في مجموعة من الناس امتلكوا هذه قبل، يعني قبل أو حاليا؟ طيب، بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. إذن يجوز أن نعتبر هذه من علامات الساعة، هذا غضب من الله عز وجل. لا شك، لا شك. وهذه نذر، يعني هذه قد تكون وإن كانت في ظاهرها نقمة فهي نعمة، كالموت. الموت مصيبة ولكنه نعمة في أي شيء، يذكرني أنا أيها الحي أن أستعد. هكذا أيضا نفس القضية، هذه الزلازل والبراكين تذكر الإنسان وتجعل الإنسان في حالة من الإفاقة بعد الغيبوبة. الناس يعني نيام، فإذا ماتوا انتبهوا، فإذا ما انتبهوا ندموا. فالقضية لابد لنا أن تكون هذه علامات يتوقف المؤمن عندها ليستيقظ. نعم. نعم. طيب، الأخ اسماعيل فلسطين كان يتساءل عن قوله تعالى فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين يعني جمهور العلماء والمفسرين يقول أن اليقين هنا هو الموت. نعم. يعني ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حق اليقين، لأن الله أراه في الدنيا الجنة والنار في رحلة المعراج. لا. رأى الجنة والنار. لماذا؟ لماذا؟ هذا لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وهو الذي يعني نفهمه جميعا، أن الرسول لما يرى النار للمرة الثانية كل الخلائق تخاف، حتى الأنبياء. دعوة الأنبياء والرسل يومها والملائكة يا رب سلم يا رب سلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتاح له أن يسجد تحت العرش ويشفع عند الله سبحانه وتعالى، لأنه رآها من قبل، وهذا لمكانته صلى الله عليه وسلم. يا سلام. نعم. يا نعم. سلام. حتى من أدبه يقول أول من ينشق عنه القبر نبيكم ولا فخر، فأجد كريم الله موسى أو أجد أخي موسى منبطحا تحت العرش آخذا بقوائمه، فلا أدري أصعق في من صعق أم كفي بالصعقات الأولى يوم الطور. يا سلام. هذا أدب رسول الله، هذا أدب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويريت يعني أدب رسول الله هذا، يعني نفرد لها حلقات إن شاء الله ربنا في هذا الدين هنا. نعم. بأمر الله. الأخ أيمن من دبي، السلام عليكم. ألو. بارك الله وبركاته، جزاكم الله خير على هذا البرنامج. الله يبارك فيك. الله يجزيك خير يا دكتور عمر. الله يبارك فيكم ويرضى عنكم. وإني أحبك والله في الله. أحبك الله لأعرفتني من أجل، بارك الله فيك. والله من زمان أن أتصل بك، يعني والله إني أسلم عليك الله بس. شكر الله لك، جزاك الله خيرا. ولكن أريد أسألك سؤال يا فضيلة الدكتور. تفضل. وجزاك الله خير عن الإسلام إن شاء الله، وهذه الوجبات الشهية الطيبة. الله يرضى عنك. فأريد إن شاء الله يعني كيف الإنسان يقول يعني اليقين يظهر عند الإنسان ويحس إن هو عنده اليقين هذا. نعم. يعني يقول إن هو في قلب اليقين هذا. نعم. بما يجري في طبعا ما بالكوارث بس او الزلازل، بما يجري في الدول الاسلاميه والحروب واكثر. نعم. من الزلازل بعد كمان. نعم. وكيف الانسان يشوفها كده وكيف يقول عنده يقين وهو يشوف هذا الكلام. حاضر. كيف يرى اليقين؟ جزاكم الله خير. نعم. ان شاء الله. نعم. وجزاك خيرا مثله. الاخ ناصر من السعوديه. الو. شيخ. نعم. نسال عن الشيعة يقولون إذا ما أمنت بالإمامية الاثنى عشرية ما ينفعك إيمانك أبد لو صليت وصمت مهما فعلت، نرجو الرد على ذلك. الله أكبر. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. أيوة.
الأخ أحمد من دبي. نعم. كان يتساءل هل في قوله تعالى فاعبد ربك حتى الغائية هنا حضرتك؟ نعم نعم نعم. حتى الغائية. حتى نعم نعم. الأخ أحمد من دبي يقول هل من الناس من يمتلك اليقين؟ هو اليقين ليس امتلاك يعني وليس بيتا أو أرضا عقارية إنما اليقين يعني يملكه في قلبي. نعم نعم نعم. يعني أضحكه يعني أو أتبسط. نعم. هو يتكلم عن موضوع كبير يعني أولا أحد الصالحين يقول إني رأيت الجنة والنار بعيني. قالوا كيف؟ قال لأن الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه رآهما وعين رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق من عيني. هذا يقين. الله. يعني يقول الرسول رأى وأخبرنا أنه رأى فما طلب أنه رأى هو أصدق من عيني. أي العيون أصدق؟ عين رأينا 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 هذا يعني حولنا الرسول من علم اليقين إلى عين اليقين بما أخبرنا بما أخبرنا. ومن صدقه حق التصديق. لما كان يصلي عند أم سلمة قالت رأيته يتقدم نحو القبلة يصلي منفردا في بيتها. نعم. وكأنما يريد أن يأخذ مد يده كأنما يريد أن يأخذ شيئا ثم أعاد يده مرة أخرى ثم رجع القهقرة فأكمل صلاته. أم سلمة ترقب. كان يصلي وفعل هذه. تقدم خطوتين. وهو يصلي. وهو يصلي. نعم. ثم امتدت يده. نعم. ثم أعادها. ثم تقهقر. ثم أكمل الصلاة. قالت ماذا صنعت يا رسول الله بعد أن. عليه الصلاة والسلام. قال أرأيتني يا أم سلمة؟ قالت نعم. قال بين أنا أصلي إذا بباب من أبواب الجنة يفتح. فتقدمت نحوه. إذن الرسول كان يصلي في ملكوت آخر. فرأيت عنقودا من عنب يتدلى من أحد أغصانها فأردت أن أقطف له منك يا أم سلمة لتطعمي منه فقيل إنك يا محمد ما تزال في الدنيا هذه معدة لا تصلح لما الله 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 الله. فلما علمت ذلك أرجعت في يدي فإذا بباب من أبواب جهنم يفتح. سلم يا رب. فخفت. سلم يا رب. خاف الرسول فرجعت القهقرة فأكملت صلاتي. وذلك كان يقول إني لست كهيئتكم إنما أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. هذا حق يقين. هذا هو حق اليقين. هذا رسول الله عليه الصلاة ونحن على الدرب سائرون. طيب. نعم. كيف يرى الشخص اليقين كما يقول الأخ أيمن؟ يراه في ثمرة أعماله. بمعنى أن قال العلماء إذا رأيت أن النعمة والابتلاء النعمة والابتلاء إنما هم الاثنين يعني من الله عز وجل فهذا بداية انبات شجرة اليقين داخل القلب. يعني والله. ارى ان النعمة يعني انسان يود شيء معين رقي في وظيفته. نعم. جاءه مال ورث تركة اي شيء حصل على خير دنيوي يعني. لكن لما للأسف يقال يعني انظر الى ضعف اليقين عندنا يقول فلان فتح عليه او فتح له فتح ربنا عليه يقول لك كم جاءوا من المال على طول ما يسأل أحد يقول إيه حفظ القرآن أحب العلماء حجبت ابنته المتمردة استقامت زوجته لا ما يسأل لا وذلك ولذلك انظر إلى اليقين عند الصحابة. قال صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن علامات الساعة الكبرى قال أن تطلع الشمس من مغربها بدل ما تطلع من مغربها. قالوا كم تمكث يا رسول الله؟ قال تمكث في أول يوم سنة. أول يوم تظل طالعة لمدة عام. سنة بمعايير الدنيا. سنة بمعايير الدنيا. انظر إلى الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا كيف نصلي يومها يا رسول الله؟ فماذا هم الصحابة؟ لو خيرت لنا نحن نقول ومتى يذهب الأستاذ محمد إلى استوديو الشرق؟ ومتى يذهب الشيخ إلى بيته؟ إذا قضية انظر إلى الفرق بمعايير الدنيا. انظر إلى فرق أهل اليقين وأنا سبحان الله. فأول ما سألوا عن الدين. سألوا عن الدين سبحان الله العظيم. نعم. فهذا بداية إنبات شجرة اليقين. أن تكون أقتنع أن النعمة والإقبالية من الله فأفرح لأن إن أمر المؤمن كله عجب. وفي الآخر الحديث قال إيه؟ وليس ذلك إلا للمؤمن. لما يجيء الخير يشكر يصر الدراب. نعم. بارك الله فيك. أخت أم إيهاب من فلسطين السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شكرا لكم على البرنامج. بارك الله بارك فيك ان شاء الله. والله عندي سؤالي فضيلة الشيخ. تفضلي. لو شعر انسان انه على يقين ولكن بفترة اخرى بتوتر وبنوم. نعم. بعدين بيهدأ وبرجع ليقينه هل هذه طبيعة بشرية ولا هو اصلا مش على يقين؟ طيب.
جزاكم الله خير. نعم. طيب بارك الله فيك. طيب هذا السؤال أولا الإيمان يزيد وينقص. نعم. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. نعم. الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. هذا نعم. أمر. الأمر الثاني أن أدعو الله عز وجل أن يزداد اليقين عند أحبتنا من أهلنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا في فلسطين. يعني. لأن بزيادة اليقين عندهم نشعر أن الصف الأول من هؤلاء القائمين على أمر الله عز وجل يعني يحمون يعني آخر ما تبقى عند المسلمين من خير. فثبت الله اليقين في قلوب أهل فلسطين جميعا وفي كل في قلوب المسلمين جميعا. الإنسان لما يضعف اليقين عنده هذا دليل على أن الإيمان بدأ يعني في حالة لأن القلوب كما قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب إقبالا وإدبارا. نعم. فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فأدوا الفريضة. شوف انظر إلى هذا العلم النفسي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أقبل القلب أكثر من الخير. كإنسان شاب يستطيع أن يعمل ويستحوذ على الخير والدرجات العلمية والأموال، فإذا كبر في السن لا يصنع إلا أن يمكث ليأخذ معاشا، فهكذا عند إدبار القلب وإقباله. بارك الله فيك. أخي محمد من سوريا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير شيخ الكريم. مرحبا أهلا وسهلا. بارك الله فيك. سؤال بس لو سمحت. تفضل. هل من ضعف اليقين كراهية الموت أو الخوف من الموت؟ ضعف اليقين كراهية الموت. لا، هو لا أحد يحب الموت، ولكن هي درجات درجات. العباس يقول ادعو الله لي ابن أخي أن يعني أن أغادر الدنيا. خلاص. نعم. قال يا عباس يا عماه لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر قد نزل به، ولكن يقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خير لي. خير لي. وحتى لما دخل رأى أم حبيبة تقول اللهم أطل لي في عمر زوجي رسول الله وعمر أخي معاوية وعمر أبي أبا سفيان. فقال يا أم حبيبة سألت الله أعمارا مكتوبة وآجالا محدودة، قولي اللهم بارك لهم في أعمارهم. أما ربنا يطول عمرك، هذه ليست دعوة في الإسلام، هذا يعني ليس دعاء. لنا وقفة مع هذه. أيوه. بعد هذا الاتصال هاتف أختي فريال من السعودية. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم فضيلة الشيخ. مرحبا أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدي أسألك بس كيف الإنسان كيف الأم ممكن تزرع اليقين بقلوب أولادها وزوجها وحتى قرايبها، لأنه كثير بحس أنا اللي حواليه ما عندهم يقين بشيء من اللي حواليهم. يعني كل شيء كثير بيحكوا بالغيبيات وبأشياء هي فعلا أقدار ليست إلا. نعم. طيب بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك، شكرا لك. إذا نحن في كلامنا نقول أطال الله بقائك، هذا كلام. لا، بارك الله في عمرك. ربنا يطيل عمرك. هذه لا تطال الأعمار في حالة واحدة فقط، وهي بر الوالدين. لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا بر الوالدين. يا سلام. حتى يقول العلماء مفسرين هذا الأمر، قالوا إن حتى ملك الموت لا يعرف هذه الإطالة. وكأن يعني كأن الله عز وجل أعطى هذا العبد البر بوالديه علاوة رضا حتى يعني يكثر بره بأبيه وأمه فيدخل الجنة إن شاء الله. نعم. إذا يعني كما تقول أخت أم هب، ربما من لديه اليقين يتوتر ثم يهدأ ثم يتوتر. هذه تعود إلى الحالة الإيمانية، يعني الحالة الإيمانية تزداد باليقين وتضعف بالبعد عن مجالس الخير والخوض في ما يخوض فيه الناس. يعني طيب. لها أسبابها. طيب الأخ سعيد علي من عجمان، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. شيخ عمر. نعم. دكتور عمر، احنا نعم. صراحة يعني الكلمات عاجزة الصراحة يعني عن شكرك صراحة، لأن استفدنا منك الكثير. الشكر لله أخي الكريم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، كيف يعني الحين الكوارث اللي مثل هذه؟ نعم. يعني أنا صراحة ما أريد أنساها، يعني حاب أني يعني كل مرة أخذ منها العبرة والعظة، لكن مع الأيام أخاف أني أنسى. نعم. أو أنه الشيطان ينسيني يعني. نعم. فيعني سبحان الله، فكيف يعني كيف نحافظ على هذا الخوف من الله تبارك وتعالى؟ نعم. سبحان الله، يعني احنا في عجمان والبحر قريب منا يعني، ومش ماسك إلا رب العالمين. نعم. فيعني كيف نحافظ على هذا اليقين؟ وكيف نحافظ على هذا الخوف؟ شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى دبي الأخت فاطمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك يا تفضل. اهلا دكتور عمر، عندي سؤال. نعم. بالنسبه للانسان الحين لما انسان يعني مثلا انا ادعي رب العالمين موضوع معين واحس انه يقين، يعني دعاء يكون الحمد لله من يعني نابع من القلب واحس فيه يقين بالاجابه، لكن لغايه اليوم ما تحقق هالشيء، بس في يقين داخلي، بس ساعات تدخل فيه حيره شكوك، فهل الشكوك هاي تكون من الشيطان ام انه يعني ان هالموضوع وايد متردد علي؟ بس في طمانينه ان الدعوه مستجابه، ويعني حاسه بيقين وطمانينه دائمه، بس ساعات تدخل هاي الشكوك والحيره، فبس حابه اعرف هالموضوع بس. نعم نعم طيب، جزاكم الله خير. جزاك خيرا مثله. نعم. الأخت فريال من السعودية كانت تسأل كيف نزرع اليقين في الأقارب، في الأولاد وفي الزوج. أولا يعني شوف، يعني إن أصلحنا، شوف أستاذ محمد، نحن كمسلمين أصلحنا جميعا ما بيننا وبين كثير من الجهات والأسر والعائلات والقبائل والدول وما أصلحنا ما بيننا وبين الله بعد. لو أصلحنا ما بيننا وبين الله لأصلح الله ما بيننا وبين أقاربنا. لماذا؟ ابن عباس يقول أعرف ذنوبي في سوء خلق دابتي وسوء خلق زوجتي. لما يجد أن الدابة يعني زي ما يقول إخواننا في يعني تحرن أو يعني بدأت تبقى متعبة وزوجته بدأت، لا يقول أنا زوجتي صار، لا يقول أنا علاقتي بالله على غير ما يرام. يا سلام، لو أصلحت ما بيني وبين ربي لأصلح الله بين الذئب كما أصلح بالضبط الراعي. لابد يعني في عجالة، هذه القصة في عجالة، يعني الأعرابي الذي يمر على راعي غنم يقول له ما هذه الكلاب كلها يا راعي الغنم؟ قال 30 كلبا، يعني يكفي كلب أو كلب. قال هذه ليست كلاب، هذه ذئاب، ذئاب ترعى الغنم. قال منذ أن تولى ابن عبد العزيز والذئاب ترعى لنا أغنامنا. فلما بلغ عمر طأطأ رأسه وقال متواضعا نحن قوم أصلحنا ما بيننا وبين ربنا فأصلح الله بين الذئب والغنم. يا سلام. هذا الحسن البصري كان آدم البشرة أسمر، فكان يرى عليه هالة من النور، فكان المريدين يتعجبوا فأسمر، يعني لكن إيه الحال؟ قلونا يا بصري عهدناك آدم اللون، ما هذا البهاء؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. الله الله. فليجرب الإخوة ركعتين في جوف الليل مستغفرين بالأسحار، يعني سبحان الله، يعني دقائق الليل غالية فلا ترخصوها بالغفلة، هكذا كان يقول علماؤنا لنا، هكذا نزرع اليقين، هكذا يزرع بتحسين اليقين. علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ليس إلا هذا، ليس إلا هذا. طيب. الأخ سعيد من عجمان هو يخاف لأنه قريب من البحر. أخي سعيد، يعني أنت وغيرك وأنا سواء إحنا قريبين من البحر أو بعيدين عن البحر، يعني لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، هؤلاء انساحوا لما رأوا البحر قد أصابه الجزر ودخلوا في البحر فالتقمهم الموت. يعني إذا الإنسان لو يعني سوف يدركنا الموت ولو كنا في بروج مشيدة. نعم. فلا يخاف الإنسان من وإنما يخاف سوء الخاتمة، هذا ما طيب يعني أنا سوف أعود لحضرتك في نقطة أخرى بخصوصه. نعم. ولكن لا أود الإطالة على الأخت أم عبد الله من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام دكتور عمر. نعم. سؤالي، العبد إذا أذنب. نعم. وتاب توبة نصوح. نعم. لكنه يبقى ويتحسر يعني في كل وقت ويتألم ويتعذب، هل هناك دلائل وإشارات على قبول التوبة عند الله؟ نعم. وهل إن عذاب هذا هو يعني يكون من ضعف اليقين بالله؟ الله يرضى عنك، شكر الله لك. نعم. شكرا لك، بارك الله وان الله يبارك فيك. نعم. سأل سؤال أخ سعيد وجيه، كيف نحافظ على هذا اليقين؟ لا يحافظ على اليقين إلا بصدق التوكل على الله عز وجل، ويعمل الإنسان اختبارات لنفسه. الأمر الذي تعارضه النفس يجب أن أصنعه، والأمر الذي يوافق النفس أتردد وأستخير قبل أن أصنعه. لماذا؟ لأن النفس لا يثقل عليها إلا ما يرضي الله، ولا يسهل عليها إلا ما يرضي الشيطان. لا إله إلا الله.